بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دي أول تجربة بقى عملية للاسكليتا بتاعت المايسترو، المايسترو زي ما الناس بتسميه. أحسن حاجة فيها غير الأنظمة اللي موجودة في السوق اللي هي بتتباع في حدود ال 2500 أو 3000 جنيه، إنك أنت لما بتركب العجلة أنا هشيل رجلي من على الأرض وهدوس على الدواسة، العجلة هتمشي، مش محتاجة أبدل خالص ولا كده هو غيري بقى مش شايف ايه. اهو رجع تاني. سوى مشكلة بلاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا شفنا ما شاء الله العجلة بتوصل ل 27 و30